السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد صالح، النشرة الإخبارية الأسبوعية، نبدأها بالعناوين. ارتفاع وتيرة الاعتقالات في ولاية أركان بعد الدعوات الأممية لإرسال لجنة تحقيق دولية. أزمة شح المياه تخيم على مخيم للنازحين بولاية أركان. النظام البورمي يأمر الروهنجيين بإخلاء المناطق التي شهدت حملات عسكرية. مجهولون يشعلون النيران في مخيمات الروهنجا. سوشي تنكر الحقائق وتنفي وجود إبادة جماعية ضد الروهنجا. قرية روهنجية في ولاية أركان تحت الهجوم البورمي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ارتفعت وتيرة الاعتقالات العشوائية في ولاية أركان بشكل غير مسبوق، حيث ازدادت بشكل كبير في القرى الروهنجية الواقعة شمال بلدة منجدو خلال الفترة الماضية. ومؤخراً أصدر النظام البورمي أوامر باعتقال أكثر من 100 شاب روهنجي من القرى الواقعة في شمال منجدو بولاية أركان بذريعة انتمائهم لتنظيمات متمردة مسلحة وحيازة أسلحة وتهم أخرى باطلة وغير منطقية، فيما اعتبر مراقبون لحقوق الإنسان هذه العمليات اعتقالات تعسفية تتم تحت غطاء فرض الأمن واستقرار المنطقة لإبراء ساحتها من المساءلات والضغوطات الدولية. ووفقاً لمصادرنا، فإن وتيرة الاعتقالات وعمليات الخطف التي تقوم بها القوات البورمية قد شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ إعلان مجلس حقوق الإنسان المصادقة على قرار إرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق في ولاية أركان. يعاني النازحون الروهنجا في مخيم بوكتو بولاية أركان من شح المياه التي تصل إلى المخيم، مما تسبب في الفترة الأخيرة في نشوب أزمة حقيقية وفوضى عارمة في المخيم أثناء الحصول على المياه الصالحة للاستعمال والشرب. ويشهد المخيم في الفترة الأخيرة مشكلة حقيقية بسبب شح المياه، الأمر الذي أدى إلى انتشار حالة من الخوف والقلق في أوساط النازحين، فيما طالب ناشطون روهنجيون المنظمات الإنسانية المعنية بشؤونهم بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة قبل أن تتفاقم وتتسبب بأزمة إنسانية كبيرة. أفاد مصدر من بلدة منجدو بولاية أركان أن النظام البورمي ما يزال يحكم قبضته على القرى الروهنجية التي تعرضت للعمليات العسكرية من خلال تقطيعها إلى مربعات أمنية، وأيضاً إغلاق مداخلها بحواجز أمنية كبيرة. وبحسب مصادر محلية، فإن مسؤول البلدة منع الروهنجيين من العودة إلى منازلهم وأمر بإخلاء المناطق التي شهدت عمليات عسكرية من الروهنجيين. تعرضت عوائل روهنجية في مخيمات اللاجئين بالهند بمقاطعة جامو إلى اعتداء من قبل أشخاص مجهولون بعد أن أضرموا النار في المخيمات وبدأوا بالضرب والاعتداء بشكل عشوائي. وبحسب مصدر من الداخل، فإن أشخاص مجهولون ملثمون هاجموا المخيمات في الساعة الثانية صباحاً وقاموا بإشعال النيران في المخيمات، ثم بدأوا بالهجوم على الجميع دون استثناء. وكانت حادثة مشابهة قد جرت قبل زهاء شهرين، حيث قامت عصابة تابعة لحزب سياسي هندي بالاعتداء على لاجئ روهنجي قبل أن تشعل النار في المخيم وترحل من المكان. ووفق محللين، فإن على الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية مطالبة الحكومة الهندية بالتصدي لهذه الاعتداءات واتخاذ إجراءات ترفع من مستوى الحماية التزاماً بالمواثيق الدولية، مؤكدين في الوقت ذاته بأن تصاعد الخطاب العنصري ضد اللاجئين الروهنجا وضخ الأفكار العنصرية كان يجري على يد الفرقاء السياسيين، مما مهد لتحولها إلى شكلها العنيف. قالت مستشارة الدولة الحائزة على جائزة نوبل للسلام سوشي في تصريح لقناة بي بي سي أن الجيش البورمي ينفذ عملياته وفق مبادئ معينة، وأنه لا وجود للإبادة الجماعية التي يتحدث عنها الإعلام في ولاية أركان. وصرحت سوشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام
في لقاء مع قناة بي بي سي خلال ردها على أسئلة المذيع أن الجيش لا يملك صلاحيات بارتكاب جرائم وانتهاكات غير قانونية، وأردفت أن القيادة العليا للجيش تعرف ما عليها فعله. شهدت قرية لودنغ الواقعة ببلدة مانغدو بولاية أراكان قبل عدة أيام انتشاراً مكثفاً للجيش البورمي، حيث تعرضت القرية لحملة اعتقالات واسعة طالت النساء والرجال. ووفق مصادرنا فإن القوات البورمية بدأت قبل أيام بمداهمة المنازل في القرية واعتقال الشباب بتهمة الارتباط بتنظيم مسلح، كما قامت باقتحام عشرات المنازل بذات التهمة، فيما أشارت أنباء مؤكدة أن القوات البورمية قامت بإقفال مداخل ومخارج القرى المحيطة بها ووضع حواجز جديدة على مداخل ومخارج القرى في شمال البلدة. إلى ذلك أكدت مصادر خاصة لأرفجن أن سكان القرية يعيشون حالة من الهلع والرعب بسبب استمرار المضايقات وعمليات الاعتقالات العشوائية، وأن عشرات الشباب خرجوا من القرية خوفاً من الاعتقال والقتل. يشار إلى أن قرية لودنغ تعرضت لأسوأ حملة اعتقالات وشتى أنواع التنكيل خلال الأيام الماضية، ولا زالت القوات البورمية تتمركز فيها وتحاصرها من كل الجهات. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة أرفجن العربية. شكراً لطيب المتابعة.